جدع. لا لا عزيز اللي مش عارف. بالنسبة لنا وبالنسبة قدر أكبر من يومين. روح الطفل المغربي ريان تجوب العالم بمبادرات إنسانية. ردود فعل دولية جراء مصرع الطفل المغربي ريان. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو لتسعة آلاف لايك. لو بتحب الطفل ريان ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ريان. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. روح الطفل المغربي ريان تجوب العالم بمبادرات إنسانية. في أجواء خيم عليه الحزن والأسى ووسط أصوات التكبيرات، تم ظهر الاثنين تشييع جنازة الطفل المغربي ريان الذي خرج ميتا من بئر عميقة علق فيها بعد خمسة أيام من محاولات حثيثة لإنقاذه. ووري جثمان الطفل الثرى في مقبرة الزاوية بجماعة تمرد شمالي المغرب قرب مسقط رأسه، بحضور أفراد عائلته والآلاف من المواطنين إلى جانب مسؤولين محليين، في جو طبعه الخشوع والرهبة والترحم على روح الفقيد. وقد شارك الآلاف من الذين تضامنوا وتعاطفوا مع الطفل خلال الأيام الماضية في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، رغم التعزيزات الأمنية التي رافقت الحدث لمنع وصول الحشود الغفير إلى مكان الدفن. وقد تم نصب خيام أمام منزل جد الطفل ريان غير بعيد عن مقبرة الزاوية لتقديم المواساة واستقبال المعزين. وكان جثمان الطفل ريان قد نقل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة المغربية رباط بعد إخراجه من البئر، غير أنه لم يعلن رسميا إذا كان قد أخضع لتشريح طبي لتحديد سبب وتوقيت الوفاة. ووفقا لمصادر محلية، فقد عززت السلطات الأمنية إجراءاتها بالمداخل المؤدية لقرية الفقيد ريان وبمحيط المقبرة لمنع توافد مئات الآلاف من الأشخاص القادمين من مناطق متفرقة من المملكة للمشاركة في مراسم الجنازة. وقد بدأت قرية إغران التي كانت مسرح للحادث المأساوي تستعد نمط الحياة الطبيعية تدريجيا، وانطلق الأحد أشغال ردم البئر التي علق داخلها الطفل، وكذلك النفق الذي شهدته فرق الإنقاذ من أجل الوصول إليه. وتابع الملايين مساعي انقاذ الطفل ريان 5 سنوات الذي سقط بشكل عرضي في بئر عميقة 32 مترا وضيقة لمدة 5 أيام. ونعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وخارجه بحزن كبير وعبارة الأسى والمواساة وبلغات متعددة الطفل ريان، وشاركوا صورا وفيديوهات توثق لحظة إخراج جثة هامدة من البئر. وأعلن بيان للديوان الملكي مساء السبت خبر وفاة الطفل ريان وإجراء العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع والدي الفقيد، حيث أعرب عن حر تعازيه لأفراد الأسرة كافة، كما أعرب عن تقديره لجهود السلطات الدؤوبة خلال عملية إخراج ريان من البئر. وانطلقت منذ الأربعاء الماضية جهودا حثيثة لإنقاذ الطفل ريان أمام الاصطدام بعوائق أبطأت وتيرة العمل. وبعد 5 أيام من العمل المتواصل والمضني، تمكنت فرق الإنقاذ السبت من انتشال الطفل ريان وقد وافته المنية داخل البئر، لتسود بعدها حالة من الصدمة والحزن وسط ملايين الأشخاص الذين ظلوا متمسكين بأمل إخراجه سليما معافى وكتابة نهاية سعيدة لقصته التي شغلت الناس داخل وخارج المملكة. ردود فعل دولية جراء مصرع الطفل المغربي ريان. حظي خبر مصرع الطفل المغربي ريان أورام والذي وافته المنية أمس السبت إثر سقوطه في بئر بإقليم شفشاون شمالي المغرب على ردود أفعال عالمية، حيث أعلنت الدول عن تضامنها مع الشعب المغربي مقدمة خالص العزاء والمواساة لعائلة الطفل ريان وللمغرب حكومة وشعبا. وعرب رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الأحد وفقا لما ذكرته صحيفة ذا ستار الماليزية عن تعازيه لأسرة الطفل المغربي قائلا: إنه من المحزن للغاية معرفة خبر وفاة ريان. أنا وعائلة ماليزيا بأكملها نقدم تعازينا الصادقة لعائلة ريان. ومن جانبه أعربت وزارة الخارجية البحرينية وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرينية عن بالغ تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية وشعبها الشقيق في وفاة الطفل ريان، مؤكدة تضامنها قيادة وشعبا مع الشعب المغربي الشقيق وأسرة الطفل ريان في هذه الحادثة المأساوية المؤلمة التي شدت مشاعر وشعوب العالم، داعية المولى عز وجل أن يلهم والديه وذويه الصبر والسلوان.
وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد جروان في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية عام: نتقدم باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة أعضائه وشركائه من حول العالم بخالص العزاء والمواساة لوالدي ريان وللملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وحكومة وشعب المغرب وكافة شعوب العالم التي توحدت تعاطفا مع أزمة الطفل الفقيد. واعتبر جروان أن أزمة ريان أبرزت وحدة الشعوب حول العالم وتضامنها وتعاطفها الإنسانية، مما يدلل على وحدة الإنسانية جمعاء، وهو ما يعمل على إبراز وتعزيزه المجلس العالمي للتسامح والسلام. منصة تكشف أخبارا مضللة وأكبت عملية انتشال الطفل ريان. كشفت منصة تقصي الحقائق مسبار عن مجموعة من الأخبار المضللة التي واكبت تغطية عملية إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر بعمق 32 مترا في المغرب. وتضمنت هذه الأخبار المضللة صورا ومقاطع فيديو بالإضافة إلى تصريحات مفبركة مرتبطة بقصة الطفل ريان بمدينة شفشاونة. وكشف فريق التحقيق في مسبار أن من بين المواد التي تم تداولها خلال هذه الحادثة انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنها تعود إلى الطفل ريان، غير أن التحقق منها أبان أنها توثق لسقوط الطفل العراقي في بئر في الموصل. ومن بين ما تداوله صورة ادعى مروجوها أنها تعود إلى الطفل ريان وهو داخل المستشفى، غير أن التحقق من الصورة أظهر أنها قديمة ومتداولة منذ عام 2018 وليس لها علاقة بالحادث. كما تم تداول صورة لطفل يمني بأحد المستشفيات والذي كان قد توفي بسبب خطأ طبي، غير أن بعض مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الصورة وادعوا أنها التقطت للطفل ريان بعد خروجه من البئر. وبحسب مسبار تم نشر مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعي تم الادعاء أنه يوثق لعملية إنقاذ الطفل المغربي، وتبين أن هذا الفيديو مضلل على اعتبار أن مديرية الدفاع المدني العراقية كانت قد نشرته عام 2021 يوثق عملية إنقاذ الطفل تركمانية من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن سقط في بئر ارتوازية ضيقة. وأضاف إن مقطع فيديو مضللا تم تداوله تسبب في تشكيك البعض في الأخبار المثبوتة عن عملية إنقاذ ريان في شفشاونة، إذ تبين أنه يعود إلى حادثة سقوط طفل صيني يبلغ من العمر 5 سنوات سقط في بئر في بلدة تشينجينجي. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو السبب الحقيقي وراء وفاة الطفل ريان؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.